بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. النهاردة إن شاء الله محاضرة مراجعة على لغة ال HTML. كل حاجة خدتها في ال HTML هتلاقيها موجودة في المحاضرة دي، بالإضافة كمان إلى بعض تاجات ما خدناهاش هنتعرف عليها في الفيديو ده أو في المحاضرة دي. وإن شاء الله ينزل لك الملف ده كامل فيه كل حاجة خاصة بلغة ال HTML، اول حاجه خدتها لحد اخر حاجه. طيب تعالى بقى نتعرف على اول حاجه، بحيث ان اللي ما دخلش في ما حضرش معايا التلات محاضرات اللي فاتوا كافيين المحاضره دي. طيب قلنا ال HTML هي اختصار لهايبر تكست مارك اب لانجويج، وقلنا هي مش لغه برمجه، هي لغه ترميز. هنشبهها بهيكل الموقع، الاساس بتاع الموقع بتاعك الاساس. طيب عندي بتتكون، تبدا عندي بال HTML وبتنتهي بال HTML. بتتكون عندي من جزئين، جزء الهيد وجزء البودي، جزء الهيد وجزء البودي. تبدا عندي بتاج HTML وبتنتهي عندي بتاج ال HTML، وعندي جزئين جواه، جزء الهيد وجزء البودي. قلنا جزء الهيد هو راس الصفحه، الحاجه اللي ما بتظهرش، وقلنا البادي هو جسم الموقع بتاعي او جسم الصفحه بتاعتي، اي حاجه بكتبها فيه بتظهر حتى لو بدون تاجات. طيب تعال نخش من البدايه كده. قلنا اول حاجه الدوك تايب. الدوك تايب المعرف او الاصدار الخامس بتاع ال HTML، ده بيعرفوا على السيمانتيك تاج اللي هي مضافه جديده زي الهيدر والسكشن والمين وكل الكلام ده. ده انا بقول له هكتب بال HTML الاصدار الخامس، لو شلتها هيشتغل معاك وكل حاجه، بس في بعض تاجات زي السيمانتيك تاج مش هتكون معرفه. طيب بعد كده دخلنا فيه جزء الهيد، وقلنا جزء الهيد بحط فيه الميتا اللي عندي، وبحط فيه التايتل او العنوان عندي، وبحط فيه الايكون بتاع اللي تبقى جنب التايتل، وبربط فيه ملفات السي اس اس. طيب قلنا الميتا عندي هي اوبشن، مش شرط ان انا احطها، بس يستحسن انك تحطها، يستحسن انك تحطها. قلنا الميتا اللي عندي الاولانيه هي بتاعه اللغات، ومن ضمنهم اللغه العربيه، تدعم عندي اللغات ومن ضمنهم اللغه العربيه. بعد كده الميتا اللي عندي بعد كده هي بتاعه الريسبونسيف. لما اجي اعمل ريسبونسيف ده بيحسن من الريسبونسيف بتاعي شويه. بعد كده التايتل، قلنا التايتل ده العنوان، عنوان الويب سايت بتاعي او الموقع بتاعي. بعد كده الايكون، بقول له لينك، بقول له الريليشن بتاعك هعملها ايكون. وبعد كده بديله المسار بتاعي، مسار الصوره في الاتش ار اف. بعد كده دخلنا فيه جزء البادي. قلنا جزء البادي اي حاجه بكتبها فيه حتى لو بدون تاجات هتظهر، حتى لو بدون تاجات هتظهر. خدنا اول حاجه الهيدنج او العناوين من اول اتش 1 لحد اتش 6. قلنا العناوين ال H1 يستحسن انك ما تكرروش عشان محركات البحث، وقلنا ال H1 هو عنصر بلوك مختص بذاته. بعد كده خدنا الباراجراف، عايز اضيف قطعه نصيه عندي في الموقع بتاعي، عندي تاج اسمه الباراجراف، والباراجراف عنصر بلوك. بعد كده دخلنا في الايمج، الايمج عنصر اللاين، عشان ان انا اضيف صوره عندي في الموقع بحط تاج عندي اسمه الايمج. وبعد بياخد عندي اتريبيوت اللي اسمه اس ار سي، بياخد عندي مسار الصوره، مسار الصوره. بعد كده بياخد برضو، فكك من الستايل ده دلوقتي، بياخد عندي اتريبيوت تاني اسمه الالت. الالت ده نص بديل الصوره، لو عندي الصوره حصل فيها مشكله او ما حملتش النص ده بيظهر المعرف بتاع الصوره، بيعرفه ان الصوره دي كان مكانها ايه. بعد كده خدنا البريك او البي ار، بنزل سطر جديد، يعني لو حطيت البي ار بعد الايمج هنا الايمج بعدها هتنزل سطر جديد. بعد كده خدنا الهايبر لينك، عايز ان انا اضيف لينك فيه الموقع عندي، قلنا بحط تاج عندي اسمه الايه، بديله اتريبيوت اسمه الاتش ريف، بحط عندي مسار اللينك، مسار اللينك. طيب مسار اللينك عندي هو الديفولت بيفتح في نفس الصفحه. طيب لو انا عايز افتح في تابه جديده بحط اتريبيوت عندي اسمه تارجت اندرسكور بلانك، تارجت اندرسكور بلانك هو الديفولت بتاعه اندرسكور سيلف، ده كده بيروح على موقع تاني. طب لو عايز ان انا اروح على ايميل مثلا
لو عايز نروح على ايميل قلنا ميل تو وبحط هنا الايميل بتاعي. طيب لو تليفون بعمل تيل ونقطتين وبحط رقم التليفون بتاعي. بعد كده دخلنا في جزء التيبل، عايز ان انا اضيف جدول في الموقع عندي. قلنا التيبل عندي بيتكون ليه جزئين، جزء الهيد لثلاث اجزاء، بيتكون عن ثلاث اجزاء، التي هيد التي بودي التي فوت. التي هيد هو راس الجدول بتاعي، راس الجدول بتاعي. التي بودي والتي فوت هما اجسام الموقع، اجسام الموقع ما بيفرقوش كتير عن بعض، بس يستحسن والافضل انك تحطهم. وعندي تاج اسمه الكابشن، الكابشن ده بيديني وصف كده فوق الجدول، الجدول ده بيعبر عن ايه. عندي التي هيد بعمل جواه التي اتش، التي اتش بحط جواه الكلام اللي هو هيكون فيه راس الجدول. بعد كده التي بودي بياخد عندي عشان افتح صف جديد، صف جديد بعمل تي ار، تي ار التي ار بقى بيبقى جواها اعمده، تبقى جواها اعمده. عايز اعمل صف اهو جواه عمودين، التاج العواميد اسمه تي دي كده، صف وجواه عمودين. طب لو كده كده صف برضه واربع عواميد. بعد كده دخلنا في التي فوت، التي فوت نفس الكلام في التي بادي، بس الافضل انك تحطها عشان تكون الكلام بتاعك منسق واللي حد يجي يشتغل بعدك يعرف الكود ده مكتوب ازاي. بعد كده دخلنا في القوائم، قلنا عندي ثلاث قوائم، الان اوردر ليست او القائمه الغير مرتبه، قائمه غير مرتبه، وبحط فيها الطيب. ممكن اعمل طيب، اغير الطيب بتاعي اخليه سكوير سيلكر اي حاجه. بياخد عندي تاج جواه الليست او ال ال اي جوه اليو ال. بعد كده الاوردر ليست، الاوردر ليست هو قائمه المرتبه، القائمه المرتبه تبدا عندي من 1 2 3 4 من اي تو زد زي ما انت عايز. بعد كده دخلنا في الديسكريبشن ليست، الديسكريبشن ليست، الديسكريبشن ليست، الديسكريبشن ليست هي تايتل وبحط فيه ديسكريبشن، بعمل دي ال وبعد كده ببدأها بالديسكريبشن تايتل، بحط التايتل بتاعي وبديله الوصف بتاعه، بحط التايتل بتاعي وبديله الوصف بتاعه، ديسكريبشن تايتل وديسكريبشن ديسكريبشن وصف التايتل. بعد كده دخلنا في الاسبان، قلنا الاسبان برضو نفسه برضو بضيف قطع او بميز عنصر معين، بس ده عنصر اونلاين ممكن احطه في قطع باراجراف واميز الاسبان ده. بعد كده دخلنا في الاي فريم، الاي فريم هو ان انا اضيف فيديو من اليوتيوب من الجذر بتاعه، او ان انا اضيف خريطه عندي في الويب سايت عندي. بعد كده دخلنا في اهم جزئيه في الاتش تي ام ال الا وهي جزئيه الفورم. قلنا الفورم بحط عندي الميثود وبحط عندي الاكشن، حتى لو مش هتسيبهم فاضيين برضو اكتبهم اتريبيوت. طيب بعد كده دخلنا في عندي اول حاجه الفيلد ليست، الفيلد ليست ده بيعمل لي اطار حوالين الفورم بتاعتي، اطار حوالين الفورم بتاعتي. بعد كده خدنا الليجن، الليجن ده بيضيف مع الاطار المعرف بتاع الفورم، يعني بعمل اطار كده وبكتب مثلا في انشاء حساب مثلا، هيعمل لي بوردر كده وفي وسط البوردر هيطلع حته ويكتب فيها انشاء حساب. بعد كده دخلنا في جزء الليبل، وقلنا الليبل هو المعرف بتاع الانبوت، بعمل مثلا ليبل بقول له دخل لي هنا النيم، دخل لي في الانبوت اللي بعده النيم. عندي برضو في الانبوت عندي اتريبيوت اسمه بليس هولدر، البليس هولدر برضو بيعرف بيديني نص صغير كده جوه الانبوت، ان انا يعني مثلا احط جواه مثلا اقول له لاست نيم، دخل لي النيم، واول ما اجي اضيف في الانبوت النص ده بيختفي، النص ده بيختفي. وعندي برضو اتريبيوت اسمه الفاليو، بحط قيمه مبدئيه، لو اليوزر ما دخلهاش هيسجل الفاليو، الفاليو بتاعتي. قلنا برضو عندي اكتر من طيب في الانبوت، عندي التكست وعندي الايميل وعندي التشيك بوكس وعندي الراديو. التشيك بوكس بختار اكتر من حاجه، الراديو بختار حاجه واحده بس، بس بشرط ان يكون كلهم نفس النيم عشان اقدر اختار حاجه واحده بس، بيكونوا بدي كلهم نفس النيم. عندي حاجه تانية اسمها الديت، تاريخ، والديت تايم لوكال، والفايل ان انا اقدر اضيف فايل عندي على الموقع بتاعي. بعد كده النمبر، اضيف ارقام، يزود ويقلل،
اضيف الرينج بيديني مساحه كده ان انا اكبر زي شريط كده اكبر وبصغر. وعندي برضو المين او المينيمم والميكسيمم، وعندي الستيب. المينيمم اقل حاجه، الماكسيمم اكثر حاجه، الستيب بضيف كل مره بكام حاجه. وعندي المانس. بعد كده دخلنا في سيلكت اوبشن. سيلكت اوبشن ان انا عندي ان انا بعمل اوبشن، عندي سيلكت كده وبختار منها الاوبشن اللي انا عايزه. وعندي برضو اوبشن جروب. اوبشن جروب قلنا الفرق بينها وبين الاوبشن العاديه، ان الاوبشن جروب بيتعرف لي الاوبشن دي جواها ايه، بدي فيها ليبل بقول له مثلا الاسماء وبحط في الاوبشن بقى احمد محمد، بتعرف لي الاوبشن دي جواها ايه. وقلنا برضو فوق بس نسيت كده حاجه، في كام حاجه فوق عندي حاجه اسمها اتريبيوت اسمه في الانبوت اسمه الهيدن. الهيدن ده بدخل ما بدخلش في قيمه، بحط في قيمه فاليو وما بدخلش في قيمه. تمام تمام. بعد كده دخلنا في الداتا ليست. الداتا ليست برضو قلنا زيها زي الاوبشن، زي سيلكت اوبشن، ولكن الداتا ليست بزود على الاوبشن. يعني انا بختار مثلا احمد وبيسمح لي في بضيف في انبوت اهو قبل الداتا ليست، بختار مثلا احمد. اول ما اختار احمد بيسمح لي برضو في الانبوت ان انا اكتب مثلا احمد محمد، احمد محمود، بزود على 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 الاوبشن اللي عندي. تمام. بعد كده دخلنا فيه قلنا برضو عندي برضو الديت والمانس والويك والتايم. تمام. وقلنا سيلكت اوبشن اوبشن جروب والداتا ليست قلناها. بعد كده تكست اريا برضو هو بيديني مربع كده بقدر ان اضيف فيه كومنت للموقع او نص ابعته للموقع عندي. في بقى في الاسود برضه، وبحط مثلا فيه الماكس لينز اكتر حاجه اضيفها 100 حرف مثلا. وعندي برضو من انواع الانبوت السبميت والبوتون. بعد كده خدنا الفيديو والاوديو. قلنا الفيديو عايز ان انا اضيف فيديو في الموقع عندي، عايز ان اضيف فيديو في الموقع عندي، بس لازم احط فيه اتريبيوت اسمه الكنترولرز. الكنترولرز ده لازم انا اضيفه عشان اتحكم في الفيديو عندي، لازم انا اضيفه. بعد كده عندي اللوب، بكرر الفيديو بتاعي، بكرر الفيديو بتاعي، وممكن احطه ميوتد او يكون مقفول في البدايه. وممكن احط بوستر، بوستر، وبحط مسار الصوره، بحط حاجه تشويقيه للفيديو بتاعي. بعد كده خدنا الاوديو. الاوديو برضو نفس الكلام بتاع الفيديو، بناخد نفس الخصائص، بحط فيه كنترولرز عشان يظهر اصلا عشان اتحكم فيه. وعندي ميوتد وعندي اللوب، بس ما احطش فيه البوستر، ما بيحطش فيه البوستر. بعد كده خدنا الفورماتنج زي البي، البولد احط كلمه بولد، والايتاليك ان انا اضيف كلمه مايله، وعندي السترونج والسمول والديليت ان انا اضيف كلمه مشطوبه، وعندي الصب وصب ان انا اضيف مثلا اتش 5 او 2. 5 او 2 ده بالصب اللي هي البي، البي اللي هي فوق. البي اللي تحت بقى ان انا اضيف مثلا اللي هي بتاعت الكيمياء، مش مستخدمه قوي عامه. بعد كده دخلنا في السيمانتك تاج. السيمانتك تاج قلنا الموقع عندي بيتقسم ليه اجزاء. ده الموقع في الاصدار القديم كنت بحط ديفات وخلاص، بحط ديفات. دلوقتي في ال HTML5 بحط اول حاجه الهيدر، 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 وممكن احط جواها الناف، ممكن احط جواها ناف. لو انا عندي سايد بار في الجنب كده بحط الناف جوا الهيدر، لو ما عنديش سايد بار ممكن احط الناف في الجنب كده. يعني لو عندي سايد بار بحطه هنا وبحط الناف جوا الهيدر. بعد كده عندي جزء المين. المين ده جواه ارتكال او سكاشن، بحط جواه كل السكاشن الخاصه بالموقع. يعني بحط مين وبقفلها في الاخر، بحط جواه جميع السكاشن، والسكاشن بيبقى جواه دفاع. بعد كده الفوتر، الكوبرايت بتاع الديفولبر اللي شغال. بعد كده خدنا الفايجر. الفايجر ده بقى قلنا اللي هو بضيف صوره وتحتها كابشن او وصف، مش مستخدمه كتير عامه. ده يعتبر كل حاجه خدتها في ال HTML. هنزل لك الفايل ده تراجع منه مع التاسك اللي هيطلب منك وتبعته لي.
والمحاضرة الجاية إن شاء الله هنبدأ فيه السي اس اس.